بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الصف الأول الابتدائي لمادة الرياضيات، الفصل الدراسي الأول، عنوان الدرس العددان 4 و5، وأيضا الدرس قراءة العددين 4 و5 وكتابتهما للمعلم سعيد الشلوي. سبق وأخذنا درس سابق وهو الأعداد من 1 إلى 3. كنا نعد الأشياء فنقول 1، 2، 3، وأخذنا طريقة كتابتها وطريقة العد فيها. أما في هذا الدرس فسنكمل العددان 4 و5، والفكرة من هذا الدرس أعد العددين 4 و5 وأسميهما وأميزهما باستعمال أشياء ملموسة ورسوم توضيحية. يعني أرسم لي مثلا 4 دوائر، 4 مربعات، 4 تفاحات، 4 موزات، 4 برتقالات، أو 5 تفاحات، 5 برتقالات، 5 مربعات، 5 دوائر. أبدأ أرسم أشياء ملموسة، وقد يكون لدي قطع عد في الفصل أبدأ عد فيها مثلا، أو عندي مثلا قطع عد مثلا لتكون مثلا في أدوات المطبخ، مثلا فنجان، 4 فناجيل، مثلا 5 صحون إلى آخره. أشياء ملموسة أستطيع أن أعد منها العددان 4 و5. لو تلاحظ معي في هذه الصورة عندي مجموعة من الحيوانات في الجهة اليمنى وعندي مجموعة من الحيوانات في الجهة اليسرى. طيب تعالوا نشوف الجهة اليمنى. لو سألتك سؤال، كم يوجد لدي من دب في الجهة هذه اليمنى؟ كم يوجد لدي من دب في هذه الجهة اليمنى؟ وأحب أنك تتابعني على صفحة 32 في كتاب الطالب، صفحة 32. سؤالي مرة أخرى، كم يوجد لدي من دب في هذه الجهة؟ طيب تعال نبدأ نعد. لاحظ معي المؤشر، 1، 2، 3، 4. مرة أخرى، 1، 2، 3، 4. مرة أخرى، 1، 2، 3، 4. إذا يوجد عندي هنا كم؟ 4. طيب في الجهة اليسرى تعال نبدأ نعد، 1، 2، 3، 4، 5. مرة أخرى، 1، 2، 3، 4، 5. مرة أخيرة، 1، 2، 3، 4، 5. إذن يوجد لدي في الجهة اليمنى 4 من الحيوانات، وفي الجهة اليسرى أيضا 4 من الحيوانات، آسف، وفي الجهة اليسرى 5 من الحيوانات. إذن في الجهة اليمنى يوجد لدي 4، وفي الجهة اليسرى يوجد لدي 5. إذن بديت أعد وبديت أسميهم. ننتقل للأمثلة. لدي هذا المثال، المطلوب منك أنك ترسم لي على هذه الشجرة 4 برتقالات، 4 تفاحات، 4 مربعات، 4 دوائر، أي 4. أنا راح أرسم هنا 4 مربعات. لاحظ معي، 1، 2، راح نأخذ لون آخر حتى يكون أوضح، 1، 2، 3، 4. مرة أخرى، 4 مربعات، 1، 2، 3، 4. إذن تستطيع أن ترسم على هذه الشجرة 4 أشياء.
إما أربع تفاحات أو أربع برتقالات أو أربع موز أو أربع مربعات أو أربع دوائر. المهم أنك ترسم أربع أشياء. طريقة العد فيها مرة أخرى: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذا يوجد عندي كم مربع؟ أربع مربعات. ننتقل أيضا لمثال آخر. لدي هذه الشجرة أيضا، والمطلوب هو رسم خمسة أشياء عليها، إما خمس تفاحات أو خمس موز أو خمس برتقالات أو خمس مثلا شكل دائري، شكل دائرة بهذا الشكل. لاحظ معي، لو رسمت هذه الدائرة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب تعال نعد مرة أخرى: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن بديت أرسم خمس دوائر وأبدأ أعدها: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن يوجد لدي هنا خمس دوائر. نأخذ أيضا مثال آخر على العد أربعة وخمسة. لاحظ لدي هنا صورة يوجد بها دب وعدد من النحلات. المطلوب هو عد كل مجموعة من النحلات، يعني هذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة. المطلوب مني أن المجموعة التي عددها خمس نحلات، المجموعة التي لديها خمس نحلات، أبدأ أضع عليها دائرة أو أحوطها بشكل معين، أضع لها إطار. إما أضع عليها دائرة أو أضع عليها إطار معين أو أحوطها بخط يكون على شكل دائرة. إذن المجموعة التي تحتوي على خمس نحلات راح أبدأ بتحويطها بشكل دائرة. طيب تعال نعد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعد مرة أخرى: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. طبعا هذه الصورة في صفحة 33. تابع معي في كتابك وابدأ ضع دائرة على المجموعة التي تتكون من خمس نحلات. إذن المجموعة التي يوجد فيها خمس نحلات سنضع عليها دائرة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. تعال نرسم دائرة عليها. نضع الآن دائرة. لاحظ، وضعنا دائرة عليها بهذا الشكل. طيب المجموعة التي تحتوي على أربع نحلات، تعال نشوف: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. قال لك المجموعة اللي فيها أربع نحلات ضع عليها علامة خطأ أو إكس. إذا المجموعة اللي فيها خمس نحلات ضعها في دائرة، أما المجموعة التي فيها أربع نحلات ضع عليها إكس أو خطأ. تعال نبدأ نعد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن هذه المجموعة تحتوي على أربع نحلات، إذن ما العمل؟ صاب عليها علامة إكس بهذا الشكل، علامة إكس. طيب تعال نشوف المجموعة هذه اللي تحت كم عددها. نبدأ نعد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. مرة أخرى: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن هذه المجموعة تحتوي على خمس نحلات، إذن سأضعها في دائرة. إذن سأضع هذه المجموعة في دائرة. لماذا؟ لأن هذه المجموعة تحتوي على خمس نحلات.
ننتقل أيضا للمجموعة اليمنى هذه، نبدأ نعد نشوف هل هي أربع ولا خمس. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن هذه المجموعة يوجد فيها أربع نحلات. إذن المجموعة التي فيها أربع نحلات نضع عليها علامة X أو خطأ بهذا الشكل. ننتقل للمجموعة الأخيرة ونبدأ نعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن هذه المجموعة تحتوي على خمس نحلات. ما العمل؟ نضعها في دائرة بهذا الشكل. إذن هذه المجموعة تحتوي على خمس نحلات ووضعناها بدائرة. إذن في هذه الصورة عديت المجموعة التي تحتوي على خمس نحلات ووضعتها في دائرة. مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. المجموعة هذه أيضا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. المجموعة هذه أيضا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن هذه المجموعات الثلاث تحتوي كل مجموعة منها على خمس نحلات. طيب تعالوا نشوف النحلات اللي أربع مجموعات، المجموعة التي تحتوي على أربعة فقط، أربع نحلات. المجموعة التي تحتوي على أربع نحلات نبدأ نعد نشوف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أيضا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن في هذا الدرس تعلمنا كيف نعد الأشياء المكونة من أربع عناصر أو أربع أشياء، وكذلك تعلمنا طريقة العد المجموعة التي تتكون من خمسة أشياء. إذن لدينا أربعة وخمسة في هذا الدرس. الآن ننتقل للدرس الآخر وهو قراءة العددين أربعة وخمسة وكتابتهما. أقرأ العددين أربعة وخمسة وأكتبهما. أبدأ أقرأهم ثم أبدأ أعرف كيف أكتبهم كما تعلمنا في الدرس السابق اللي هي الأعداد من واحد إلى ثلاثة، كيف قرأناها وكيف بدأنا نعد على النقاط المتقطعة. نبدأ في أول مثال. لاحظ معي هنا، لدي هنا صورة يوجد بها عدد من الأشياء. المطلوب عندي في السؤال الأول وهو صفحة 36 أن ترسم أربع صور من هذه علامات التحذيرية. هذه العلامات التحذيرية توضع في الشارع عندما يكون في حفريات أو يكون في أعمال صيانة. المطلوب منك أن ترسم في هذا المكان أربع صور من هذه العلامات التحذيرية. طبعا هي مرسومة هنا، رسمتها أنا. نبدأ نعد نشوف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. طيب تعال نكتبهم. لاحظ معي، راح أمشي على هذه النقاط المتقطعة وأبدأ أكتبها. طريقة سهلة وبسيطة، في كتابك صفحة 36 بقلم الرصاص ابدأ معي بتوصيل هذه النقاط المتقطعة لكتابة العدد أربعة. بسم الله، نبدأ بهذا الشكل. لاحظ معي، طريقة سهلة بسيطة جدا. أيضا لاحظ هذه الأربعة بهذا الشكل. لاحظ معي نكتب أيضا، طبعا هذه كانت نقاط متقطعة وصلنا بعض. طيب تعال نكتب الأربعة هنا، هذه أربعة وهذه أيضا أربعة. إذا كتبنا الأربعة، نأتي الآن إلى الخمسة. نبدأ نعد كم لدي هنا من طوبة. المطلوب منك هو رسم خمس طوبات في هذا المكان، مثل هذه الطوبات بالضبط الموجودة في الصورة. نبدأ نعد. واحد، اثنان، ثلاثة،
أربعة خمسة. مرة أخرى، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. الآن قرأناها، نبدأ نكتبها على النقاط المتقطعة في صفحة 36 بقلم الرصاص. ابدأ بكتابتها، خمسة بهذا الشكل، وأيضا أكتب الخمسة هنا بهذا الشكل. بما أني وصلت النقاط المتقطعة، الآن في المربعات هذه أيضا أكتب كم؟ أكتب خمسة، وأيضا هنا أكتب كم؟ خمسة بهذا الشكل. إذن هذه واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن هذا العددين أربعة وخمسة. نأخذ مثال آخر، لاحظ معي هذا المثال، لدي هنا صور لشاحنات. تعال نعد، كم عدد، كم يوجد لدي من شاحنة هنا؟ نبدأ نعد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. طيب تعال نكتبهم بهذا الشكل، لاحظ معي هنا منقط في صفحة 37 بقلم الرصاص. ابدأ معي بهذا الشكل، هذه الأربعة. أيضا نكتب أربعة هنا، أيضا نكتب أربعة هنا. خلاص، المربع الأول كان في نقط وتعلمنا كيف نكتبها، أما المربع الثاني والثالث لا يوجد في نقط، وإنما أكتبها مباشرة لأني تعلمت على النقاط أرسمها بشكل صحيح، إذن سأكتبها أيضا بشكل صحيح. هذه الأربعة. تعال نأخذ مثال آخر، نبدأ نعد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. لدي هنا علامة أو إشارة توقف، كم يوجد لدي من لوحة أو إشارة؟ نبدأ نعد مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب تعال نكتبهم، لدي في المربع الأول منقط، إذن الخمسة منقطة في المربع الأول، نبدأ نكتب الخمسة بهذا الشكل. الآن نجي المربع الثاني نكتبها مباشرة، الخمسة بهذا الشكل. المربع الأخير أيضا الخمسة بهذا الشكل. إذن عدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة وكتبناها. نأتي الآن إلى سؤال آخر، طبعا مع التمارين راح تكون المسألة سهلة. لدي هنا أربع من الأشياء، هذه خوذة تستعمل عند بناء العماير مثلا أو عند الأعمال في الطرق، خوذة توضع على الرأس أو خوذة توضع على الرأس. نبدأ نعدها، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن كيف تكتب الأربعة؟ كما تعلمنا سابق، الآن لا يوجد لدي نقط نمشي عليها، كيف تعلمنا الأربعة؟ الأربعة تكتب بهذا الشكل، أيضا تكتب هنا بهذا الشكل، أيضا تكتب هنا بهذا الشكل. إذن أربعة تكتب هنا بهذا الشكل. نأخذ سؤال آخر، لدي هنا عدد من الشاحنات أيضا، نبدأ نعد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن هذه عددها خمسة، طريقة كتابة الخمسة كما تعلمنا سابقا وهو بهذا الشكل. هذا المربع الأول، هذا المربع الثاني أيضا خمسة، هذا المربع الأخير أيضا خمسة. إذن عدد الشاحنات هنا خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وكتبنا الخمسة. الآن ننتقل إلى سؤال آخر، لدي أيضا هنا العلامات التحذيرية توضع أيضا
في الشوارع أو عندما يكون في حفر أو يكون في أعمال صيانة. نبدأ نعدها: 1 2 3 4. مرة أخرى: 1 2 3 4. إذن لدي هنا 4 أشياء، نكتب الآن 4. إذن 4 بهذا الشكل في المربع الأول، وأيضا 4 في المربع الثاني، وأيضا 4 في المربع الثالث. إذن تعلمنا كيف نقرأ الأعداد 4 و5، أو العددين 4 و5، وطريقة كتابتهما أيضا سهلة جدا، وهي إكمال للدرس السابق اللي هو الأعداد 1 2 3. هذه العددين 4 5، طريقة العد وطريقة الكتابة. إذن مرة أخرى لاحظ: 1 2 3 4، وتكتب في هذا الشكل. تعال نرجع للخمسة: 1 2 3 4 5، وتكتب بهذا الشكل. إذن في هذا الدرس تعلمنا كيف نعد العددين 4 و5 وكيف نكتبها. أتمنى الدرس يكون واضح وسهل، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.